السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي الأعزاء، مرحبا بكم يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك الأطهار الأبرار يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك الأطهار الأبرار يا حبيبي يا سيدي يا مختار يا حبيبي يا محمد يا سيد العالمين يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اجمعنا معك في الفردوس الأعلى يا سيدي يا رسول الله وعلى الحوض، ونشرب من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلت عليك ملائك الرحمن وصار الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آلك الأطهار الأبرار يا سيدي يا رسول الله يا مختار. ثم أما بعد، الحقيقة يعني ربنا يرزقنا الصدق والإخلاص. الواحد لما بيشوف الواقع اللي احنا بنعيشه بنجد ان كل حاجة اصبحت عند الناس الماديات. اسم الحلقة دي الماديات مش كل حاجة. اسم الحلقة دي ايه؟ الماديات مش كل حاجة. لما نيجي احنا في العلاقة مثلا بين الزوج والزوجة، كثير من الرجالة بيحسبوا أنا مش بجيب لها تأكل هي عايزة مني إيه، أنا مش بجيب لها تشرب هي عايزة مني إيه، أنا مش بجيب لها السكن اللي هي فيه هي عايزة مني إيه، أنا مش بجيب لها أنا مش بجيب لها. مادة 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 مادة. هي عايزة في وسط ده وحشتيني يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك ليا، ربنا يبارك لك في حياتك، اشكرك على اللي انت عملتيه امبارح مع الاولاد. كلمات جميله، كلماتها يعني الكلمات العذبه، كلماتك العذب، كلماتك الرقيقه الراقيه. مش كل حاجه الماديات. الكلمات دي هي كائن عاطفي بتتشحن بايه؟ بالعاطفه مش بالماديات. حتى السيدات اللي بتحب الفلوس وكل حاجة حساباتها فلوس و و و، إنما هي في الآخر امرأة تريد من الزوج العاطفة. ولو كان المال يغني عن الرجال ما تزوجت بنات الملوك. لو كان المال يغني عن الرجال ما تزوجت بنات الملوك. فأنت لما تكون الراجل مش كل حاجة بقى الماديات، مش كل حاجة الماديات مع زوجتي، يبقى أنا محتاج إن أنا أبقى صاحب لسان جميل كما قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول. شوف كده وإنت بتختار عنقود العنب بتختار أطيب الحبات اللي في العنقود علشان تاكلها، أطيب حبات البلح عشان تاكلها. هكذا تختار أطيب الكلمات علشان تاكلها، عشان يبقى طعم الكلمة جميل. طعم الكلمة حينما تسمع يبقى طعمها جميل، ما تبقاش كلمة تكسر الخاطر أو ما تبقاش كلمة يعني كلها ماديات. أنا مش بجيب لك، أنا مش بعمل لك، أنا كذا أنا كذا. والعيال اللي بتدخل البيوت وتخربها ويبدأ يشوه لها في زوجها ويصغر لها زوجها، ويبدأ هي بقى الشيطان يزين لها أهو ده الراجل اللي أنا كنت بحلم بيه، أهو ده خلل غلط. لذلك لازم واقفة مع النفس، واقفة مع النفس ويتقلى لا يا نفسي، الله تبارك وتعالى مطلع علينا. حتى لو الإنسان وقع في الغلط يعود ويندم ويبكي ويستغيث بالله تبارك وتعالى. لما نيجي بقى، يبقى اتفقنا دلوقتي ان مش كل حاجة الماديات. لما تبقى في لقمة قليلة بس لقمة هنية معاها كلمات جميلة معاها معاني جميلة، او عيشة مش كبيرة قوي، عيشة بسيطة إنما يتخللها الكلمات العاطفية، الكلمات الحنونة، الكلمات الهادية، الكلمات التي تدعو إلى الصبر، إلى الحب، إلى كل معنى جميل، إلى كل رقة، إلى كل عذوبة، يبقى مش كل حاجة الماديات.
ايضا بنطلب من المراه ان مش لازم الراجل ده يجيب كل حاجه، مش كل حاجه الماديات. ولما هتضغطي عليه مش هيعرف يقولك بحبك، لما هتضغطي عليه مش هيعرف يقولك كلام جميل، ولما هتضغطي عليه هتخرجي منه الشخصيه اللي احنا مش عايزينها تخرج. لان كل انسان في الدنيا دي في الرجل الطيب والرجل الشرير، وايضا المراه فيها المراه الطيبه الحنونه وفيها المراه الشريره. فبأسلوبك انت معاه ممكن تخرجي منه الراجل الغاضب الشرير اللي مش كويس، وايضا بأسلوبك معاه وانت دماغ. اي امرأة خلقها ربنا في الكون دماغ. انا مش عايز اقول ان كيدهن عظيم، لا، يعني المرأة يعني هي عظيمة في الكيد حينما يخطط لها اشياء معينة، انما وايضا عظيمة في الحب لما الراجل حينما يضع لها اللقمة في فيها، مش كل حاجة الماديات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: واللقمة في زوجتك صدقة. طب لما نيجي بقى في العلوم الحديثة والدراسات المعاصرة بتقول إن أعلى مناط لمشاعر الإحساس عند المرأة حينما يقدم لها الرجل بأصبعيه طعاما فيلمس شفتاها، فيعني تشعر بسعادة وتشعر بألفة وتشعر بحنان، حتى إن كان بداخلها غضب من أشياء معينة حدثت من هذا الرجل يسقط هذا الغضب، حتى وإن كانت لا تراه حنونا تراه حنونا، حتى وإن كانت لا تراه في السابق أنه شخص راقي، لا الآن ستراه راقي. يبقى احنا عايزين نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واللقمة في زوجتك صدقة. ليه؟ لأنها تحرك، ليس فقط لأنها لا تشبع المعدة فقط، إنما أيضا تشبع المشاعر وتشبع الإحساس وتشبع العواطف وتشبع كل المعاني الجميلة في داخل هذه المرأة التي هي زوجتك، التي هي حبيبتك، التي هي أم أولادك، التي تعيش معك ولا تعرف رجل غيرك. فأنت تهتم بأن أنت زمب بتطعم المعدة، أيضا تطعم المشاعر وتطعم العواطف وتطعم الأحاسيس. والمرأة كائن سمعي في العلوم، الرجل كائن بصري يخرج لينظر في الحياة، والمرأة كائن سمعي يعني تخرج في العلوم الحديثة، يعني يقولك المرأة تخرج لترى والرجل يخرج ليرى. خدت بال حضراتكم؟ هي دي ده الرب. ولذلك الإسلام لما أمر بالحجاب وأمر بكذا وأمر بكذا وقال لا يكون فضفاض ولا شف ولا حتى لو نظر إليها رجل، لا تأخذ بقى سيئات والعياذ بالله. طيب لما يجي بقى ما شاء الله هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه العواطف اللي علمها لنا مين؟ الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو ده اللي أنا عايز أقوله للناس المتصوفة اللي بتطلع علينا بكلام يؤكدوا لنا إن اللي يعرف الإسلام لازم يبقى أهبل وهيبقى مريل وماسك سبحته واعتزل الناس والناس كذا، وقعدوا شغالين بإن أنت هتعرف كلما ابتعدت عن الناس وكلما أصبحت كذا، وإن فلان كان بيتبول على الناس من فوق السطح وهو ده الوالي، هو ده القريب من ربنا. تشويه في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: علموا الناس ويأمرنا أن بلغوا عني. حبيب المصطفى: بلغوا عني، أعلموا الناس أني رسول الله، بلغوا عني. فحينما نأتي لنبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم نبلغ بفهم ووعي لزماننا وواقعنا. يعني أنا ما جيش أقول كان الإمام فلان الفلاني من 100 سنة بيقول، طب أنا فين دلوقتي؟ أنا دلوقتي هفاهم الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعلوم الحديثة، بالمفاهيم الحديثة، بالرؤية الحديثة التي لا تخالف الأصل. يبقى التزام بالأصل ولكن انطلاقا مع العصر، بمفاهيم متجددة تتوافق مع العقول التي تسمعني. لا أسجن الناس في الماضي على أن هو مفهوم واحد، لا. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يوم القيامة كل الناس اللي اجتهدوا في تفسير القرآن الكريم دول يوم القيامة سيؤتى بالقرآن يعني وكأنه لم يفسر، كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أشرح حديث واللقمة في زوجتك صدقة، هنا النبي بيعلمني إيه؟ بيعلمني إن
ان الموضوع مش ان انت تطعم المعدة وتسيب ما تطعمش المشاعر والعواطف والاحاسيس، وانت كمان اطعامك لهذا الرجل تقول ما انا بطبخ له وبطبخ له احلى اكل وبطبخ له. الراجل كمان محتاج منك مشاعر وعواطف في الكلمات، ومحتاج منك وحشتني يا حبيب قلبي، وحشتني يا روحي، انت مالك يا راجل حلاوتي اليومين دول كده، تعالى اما اسرح لك شعرك، تعالى اما مش عارفه ايه، تعالى ايه، تعالى ايه، تعالى ايه. الحاجات دي بتقربكم ببعض، لان مليئه بالمشاعر والاحاسيس والعواطف. علم الهمس، علم اللمس، علم التماس، علم المسح، دي علوم، وكلها خلي بالكم في القران الكريم. الهمس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس. أجمل القرارات وأجمل الكلمات هي الكلمات الهامسة. لو واحد قال لمراته بحبك، إنما لو قال لها بحبك بس. فعلم الهمس هنا بيستأثر بالأحاديث والعواطف والمشاعر. كلامك الجميل وكلامك الجميل، شوفوا بقى هنا النبي يهتم بإيه. يبقى واللقمة في زوجتك صدقة. الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده مش في كتب، نيجي بقى انما مفهوم لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمهم جدا جدا ان تكون داعية مبتكر، او مثقف مبتكر، او معلم مبتكر، او مدرس مبتكر، او اداري مبتكر، او قائد مبتكر. لما اجي بقى امسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال واللقمه في زوجتك صدقه. طيب ليه؟ لان العلم التشريحي يقول ان اعلى درجات في مناط الاحساس عند المراه شفتاها. فلما تاتي بالطعام، انت بقى طعمت المعده بتطعم المشاعر والاحاسيس. مجرد ما صوابعك بتلمس شفتاها هي بتتنازل عن كل ما فعلته فيها يعني سابقا من الألام والتعب، وكأنها بتبدأ بصفحة جديدة، صفحة مليئة بالحب، مليئة بالأمل، مليئة بالحنان، مليئة بالعواطف، مليئة بالمشاعر، مليئة بالأحاسيس الجميلة التي تجعل هذه الأسرة سعيدة، وتجعل هذه الأسرة طاهرة، وتجعل هذه الأسرة آمنة، وتجعل رجل البيت ده أجمل رجل في الدنيا، وتجعل رجل البيت ده أرجى الرجل في الدنيا، وتجعل رجل البيت ده ملك في هذا البيت، ملك في هذا البيت. والزوجة حينما تمنح الزوج بأنه ملك على عرش قلبها وملك على إدارة حياتها، لأن ده الجين بتاعه، الجين بتاعه أنه هو قائد ليدر. فحينما تساهم المرأة في إظهار جمال هذا الرجل ولا تستخرج منه بقى الرجل التاني اللي هو العنيف ده، لا، بكلماتها الجميلة وإعطائها حقه من الكلمات الجميلة، لما أنت تعملي ده ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، ربنا هيعزك وربنا يعلي قدرك. ده رقم واحد. رقم اتنين، البيت هيبقى آمن. ليه؟ هو أطعم لك المعدة ووضع اللقمة فيك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قعدت أدور برضه في كلمة ليه النبي قال فيها في يعني في ما ولم يقل وضع اللقمة في فمها أو في بين شفتيها و و و فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العمق، عمق المشاعر والأحاسيس في فمها. فقال فيها كل حاجة، فيها يا حبيبي يا رسول الله، ولم يقل فمها، فكان يحدد لي، ولم يقل و. فلما نحرص احنا بقى على أن أنت تطعمها، اتفقنا ان اسم الحلقة الماديات مش كل حاجة، تطعمها من الايه؟ تطعمها بقى بالطعام، وايضا تطعمها بحنانك، وتطعمها بامانك. المرأة عايزة منك الامن، عايزة منك الامان. وخلي بالك لما تكون غضبانة هي مش عايزاك تحكم في المسائل بالعقل، انما عايزاك تحكم في المسائل بالقلب. عايزاك ما تبقاش كلمة بكلمة، عايزاك وهي غضبانة بس اسكت واسمعها، عايزاك تنصت اليها. وخلي بالك هي بعد ما تخلص الكلام تقول لك واعمل اللي انت عايزه بقى بس انت اسمعها. ف يعني ما نقومش بالهجوم، اهدى، لان هي دي طبيعتها، فانت خليها تعيش الطبيعه بتاعتها بشكل طبيعي جدا، وهي تستخرج كل ما فيها من الام او كده في الكلمتين اللي هتقولهم، ثم بعد ذلك هتقول لك واعمل اللي انت عايزه بقى. انت بقى كراجل حنون واتدربت على
هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال واللقمة في زوجتك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، بيعلمنا عمق الإنسانية، إزاي أنا أعيش في بيتي إنسان وإنسان راقي. وبيعلمها هي أيضا، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة التي صلحت في إيمانها بربها، وأيضا صلحت في عذوبة لسانها لزوجها، في حنانها في كلماتها. الحمد لله بالسلامة يا حبيب قلبي، ده اللحمة اللي انت جايبها جميلة قوي، ده ما شاء الله الخضار اللي انت جايبه طازة، الله أكبر، تسلم إيديك يا حبيب قلبي. وإن كان الأمر عكس كده شجعيه، وبعد ما رحبت بيه والحاجة اللي هي جابته، لا مانع ان انت تبي تقولي له بس يبقى خلي الجزار ده يبقى يعمل كذا كذا كذا، او انت بقى خلي بالك برضو من السكينة لانه عامل كذا وجاب لنا كذا، بس مش ده ما يتقلوش بمجرد ما يتفتح الورق، لا ده يتقله بعد ما الاكل يتاكل، و و و و ياخد هذه الرساله وتسلم ايديك وما نتحرمش منك وربنا يخليك لينا. يا جماعه الدنيا متفاته، والله واقسم بالله متفاته، ولن يبقى فيها الا المعاني الجميله من المشاعر والادب. وخلي بالكم احنا ديننا الاسلامي لما يجي ربنا تبارك وتعالى يقول فاصفح الصفح، قال الجميل، فاصفح الصفح مشاعر وعواطف، الجميل أي الذي لا شكوى فيه، خلاص أنا صفحت عن فلان لن أشكوه ولن أفكر في إزائه بعد كده، رغم أن خلاص أنا صفح. وقال الجميل فاصفح الصفح الجميل، حتى عند الهجر قال واهجروهن هجرا قال جميلا. إحنا غلطانين في حق إسلامنا، إحنا المفروض ان احنا نوصل لكم اسلامنا برقيه بعذوبته برونقه الراقي الرفيع، المفروض ان احنا نوصل لكم اسلامنا بكل معاني الحب والحنان والادب والرقي والجمال، المفروض ان احنا نساهم بان كل البيوت اللي بتسمعنا تبقى حديقه زهور، تبقى حديقه ورود من المشاعر والعواطف والصبر والألفة والحنان وكل المعاني الجميلة التي جاء بها الرحمن تبارك وتعالى. لأن لما يبقى في البيت سكن لتسكنوا إليها هيبقى في مودة، ولما يبقى في مودة هنرحم بعض. ولذلك أنا دايما أقول ربنا لم يذكر هنا الحب، لماذا؟ لأن بداية الحب سكن، أن أسكن إلى من أحببته وأتودد إلى من أحببته وأرحم من أحببته. يبقى كأن الله تبارك وتعالى علمنا أن الحب بداية سكن ووسط مودة ونهاية رحمة. يبقى هنا الحب جمع كل هذه المعاني الجميلة. يبقى لو لم يذكر الحب إنما ذكرت صفاته، ذكرت أفعاله، ذكرت معانيه. خلي بالكم اللي أنا بقوله ده مش من كتب، إنما أنا حاسس الموضوع وحريص جدا جدا ان الله يبارك فيك الدكتور محمد داود ربنا يعزه، وفي اوقات كثيره جدا نقعد نتكلم في تفسير ايه وبتاع، فيهزر معايا يقول لي ابوس راسك، خليك في اللي هنا، ما تلخبطش نفسك، اهد ما عايز يقول لي ايه؟ عايز يقول لي ان انت لاجئ لربنا تبارك وتعالى وهو بيعلمك بانكسارك بذلك. كنا بنسجل في شهر رمضان هنا في يوم، وبعدين عالم المفروض انه هو هيسجل عدد من الحلقات، سجل حلقتين ومش قادر يكمل. ايه مع قلت له انت دخلت بذاتك بشخصك بعلمك، عايزك دلوقتي تصلي ركعتين لله تبارك وتعالى وانت ساجد، قل له اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك وعلمني ما لم اعلم يا ذا الفضل العظيم، وانكسر لربنا. فصلى قلت له ادخل سجل، والله واقسم بالله عم شايط الحلقات كلها. ليه؟ لان هو ما دخلش بنفسه، ما دخلش بالعلم، انما داخل بالانكسار. فانت لما تدخل بالانكسار يعلمك العزيز الغفار، لما تدخل بالانكسار يفهمك العزيز الغفار. نرجع بقى لاولادنا ونرجع للمفاهيم اللي المفروض ان احنا كلنا نتربى عليها، وتبقى دي مجتمعاتنا، وتبقى دي عاداتنا وتقاليدنا وبيوتنا. ان احنا ان الماديات مش كل حاجه، ابويا وامي
ما اقولش يا ايه خد يا حسن ودي لابويا امي المبلغ ده الشهري، خد يا ابني انت ما شفتش ابوك وامك، يقول لك بقالي والله 6 شهور ما انا ببعت لهم الفلوس بقى مع الولا وكده. ابوك وامك مش عايزين فلوس، مش عايزين الماديات فقط، عايزينك حبيب قلبي يابا، تبوس راسه وتبوس ايده وتطبطب عليه، وحشني يا سيدي الكل. امك تدخل عليها يا حبيبتي يا ست الكل وتنام على صدرها كده وحنانك هي مش محتاجة منك الفلوس قد ما هي محتاجة منك الحنان ده، الماديات مش كل حاجة. فما تقعدش تبعت مع ابنك وتخلي ابنك بر بابوك وامك وانت اساسا قطع علاقتك بابوك وامك. لا اخويا كمان حتى لو في ايه على الاقل زياره كل فتره، عامل ايه يا حبيب قلبي؟ واه ده انا لازم علشان اروح في المكان الفلاني اخد كذا وكذا وكذا وكذا، مش لازم. اذا تيسر لك ان انت تاخد، انا ساعات اروح ازور حد واقسم بالله لازم ادخل عليه مثلا بهديه غاليه. في اوقات عايز ازور حد تاني بس انا معيش الفلوس ان انا اشتري الهديه الغاليه، فابدا اقارن. اه دلوقتي الصح ان انا ازوره واجبر بخاطره ولا مش هزوره علشان انا مش معايا الهديه؟ لا انا رايح ازوره حتى لو ما خدتلوش اي حاجه، حتى لو ما خدتلوش اي حاجة. الدكتور سمير تقي الدين بتاع برنامج البرهان اسالوه، يوم ما رحت ابارك له بفرعه معيش ان انا كنت ايام اشتري له علبه جاتوه، الكلام ده مثلا من 35 سنه ولا 40 سنه، فهعمل ايه؟ قمت شاري له ربطتين جرجير على 2 كيلو طماطم و2 كيلو خيار، وخدت الاكياس وطلعت ابارك للعروسين. خدت بال حضراتكم؟ يعني الفكره هي هنا ايه؟ الفكره ان انا ما احرمش نفسي ان انا ابر الشخص اللي انا رايح له علشان ان انا لازم ادخل ببرستيج اجتماعي معين وكذا، لا انا ممكن بابسط الاشياء احقق معاه فلوس. يبقى الماديات مش كل حاجه. طبعا هو فرح جدا بالموقف ده وقال لي دول اجمل ربطتين جرجير واجمل 2 كيلو خيار على 2 كيلو طماطم. خدت بال حضرتك؟ بس خلي بالكوا انا ساعات بقعد مع نفسي دلوقتي واستغرب انا عملت ده ازاي. يعني عملت ده ازاي؟ انا بحب البساطه والبراءه، يعني بحب البراءه كده اللي هي في حاجات كده تحس انك زي الاطفال كده في افعالك فيها يعني. فالمهم طبعا لو الامر اتعدى دلوقتي والله ما انا جاري طماطم ما ينفعش دلوقتي خالص. فربنا يعزكم ويشرح صدركم يا رب العالمين، ونعيش بقى في بيوتنا بكل هذه المعاني الجميله. يبقى انا دلوقتي مراتي وجوزك، الماديات مش كل حاجه، يبقى عايزين نعيش بقى، نعيش في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه واله وسلم، واللقمة في زوجتك صدقة. وخلي بالك هي إطعام لها وصدقة لك. تخيل بقى أن أنت بقى إيه ممكن تدخل الجنة من هذا الباب وأنت قاعد كده افتح بقك يا حبيبي تقلب هم. وهي كمان واللقمة في زوجك صدقة، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما أنا مش من الموضوع يعني النبي وصفه أن يفعل للمرأة، ولكن إذا فعلته المرأة تكون أجادت وتكون أحسنت وتكون يعني أوصلت إليه أنني أبادلك الحب بالحب والمشاعر بالمشاعر والعواطف بالعواطف والحنان بالحنان والكرم بالكرم والإطعام العاطفي بالإطعام العاطفي. لما يكون في بقى هذه المعاني الجميلة موجودة بين الزوج والزوجة، طبعا لو كانوا مخلفين يطلع لهم ولد نمس او بنت بتحب ابوها فتبدا تغير من امها، بس يا ماما انا اللي هاكله. او اذا كان واد نمس يبص لباباه كده ومامته بتاكله بابا خدت بالك؟ وطبعا الحركات دي كلها عشناها. انا كنت ابن اب وام، يعني ابويا وامي كانوا بيحبوا بعض وكنت انا اصغر عيل في اولادهم، وكنت اشوف رسائل الحب في عينين بابا ابويا وامي، وكنت اشوف رسائل الحب في الكلمات بينهم، وكنت اشوف رسائل الحب لما ابويا تبقى الحياه معاه شديده قد ايه امي تصبر وتعيشنا بالواقع اللي الوالد عليه رحمه الله عايش بيه، وما كانتش تضجر ولا كانت تقول وانا ليه ما اختي عايشه مش عارفه ايه وانا ما عايش زيها، ما فيش الكلام الفاضي ده خالص.
عشان كده ربط فتحية ربط عليا رحمة الله أسكن الله الفردوس الأعلى. كانت أشهر كلمة لأم بين الناس اسمها المسامح كريم، وكانت أمي لا ملهاش في الماديات خالص، مسامح كريم وإنفاق ولها أسرار مع الله سبحانه وتعالى هبقى أحكيها لكم في حلقة. الست اللي كل ما يجي لها طفل تدي له فلوس، كل بتجيب الفلوس منين مالكوش دعوة. ربنا مبارك لها في جيبها، يذكرني بحديث سيدنا جابر لما النبي كان يمد يده ويطعم الجيش. ف يعني ده له سند في الأثر. فنرجع بقى علشان ما نطولش على حضراتكم، خلينا بقى متفقين بان الماديات مش كل حاجه، وخلينا متفقين ان الحب، ان الايمان والحب والعواطف والمشاعر كل حاجه. ليه؟ لان لما يكون بيننا وبين بعض حب نصبر على شدائد الحياه، لما يكون بيننا وبين بعض مشاعر طيبه نتحمل صدمات الحياه، لما يكون بيننا وبين بعض مواقف فيها قسوه من الحياه نتحمل. ليه؟ لان الحب ده هو اللي ايه، هو اللي بيننا وبين بعض، الحب ده هو حاله الجمال اللي بيننا وبين بعض والمشاعر الطيبه. يبقى عايزين نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمفاهيم عصريه، علشان يعني لابد من التطوير ان يخرج الانسان ويطور الحوار مع اهله، مع الناس حبايبه اللي بيسمعوه، مع الساده الافاضل، مع كل البيوت المحترمه اللي احنا بندخل فيها. لازم نساعدهم على فهم المعلومات برؤيه معاصره، بعيدا عن التعقيد والتفريط، بعيدا عن التعقيد والتفريط. ده امر مهم جدا. يبقى الماديات دلوقتي مش كل حاجه، واحنا نحرص على ده بان الماديات ما تبقاش كل حاجه. في ماديات في حياتنا بس هي مش كل حاجه، لازم يتخلل هذه الماديات المشاعر، الحب، العواطف، الحنان، الصبر، الكرم، التحمل، التفاهم، التضحية، العطاء. التفاهم ده أمر مهم جدا. الكتمان يعني إيه؟ ما بقاش أنا عندي كذا واروح بقى لأختي، ده جوزي عامل وجوزي كذا وجوزي كذا، راجل أصيب بحاجة معينة تروح الأخت تقول لأختها ده أصيب بكذا وأصيب بكذا وأصيب بكذا، وتبدأ تفتح جوزها. هو يتكلم ويروح يقول لإخواته ده عاملة كذا وعاملة كذا، ويبدأ يفضح مراته. خلي بالكم أسراركم لو ما خرجتش من بره البيت، ثقوا تماما إن كل الأمور هتبقى جميلة وهتتعالج. أول ما أنت تدي لأخوك أو أنت تدي لأختك الأمور بقى هتتلخبط. ليه؟ لأن في عقول تانية دخلت في البيت، هي مش عايشة في البيت أساسا، هي مش عايشة التجربة بتاعتكم أساسا، فدخلت بتجربها الشخصية، بعقولها الشخصية، برؤيتها الشخصية، دخلت تحكم في بيتكم، وقد يكونوا يعني بسبب دخولهم خراب هذا البيت. يبقى احنا نعمل ايه؟ مهم جدا جدا ما نراقبش بعض في كل حاجة ونفوت لبعض. نفوت لبعض يعني ايه؟ يعني مثلا لاحظت ان جوزك عايز ينام وانتي عايزاه يقعد يتكلم معاكي، ما تضغطيش عليه بدام ده حاله دلوقتي، ولما يصحى قولي له اللي انت عايزاه. والكتمان هنا، الكتمان يعني التضحية، ان احنا بنضحي بحاجات كتيرة جدا من اجل سعادة هذا البيت. التضحية يعني ان يعيش هذا البيت في حالة من الامن والامان والحب والسلام، ان يعيش التضحية. لازم اضحي، انت تضحي وهو يضحي، انت تضحي وهو يضحي، بحيث تحافظوا على هذا البيت، ونتحمل بعض في شدائدنا، ونتحمل بعض، ويعني والحياة فيها رغد من العيش، ما تبقاش الحياة جميلة والحياة وهي ما فيهاش رغد من العيش تبقى حياة كئيبة ومحدش طايقها. لا بالعكس، ده وهي ما فيهاش رغد من العيش الحمد لله يا رب العالمين، أحمدك يا رب وأشكر فضلك. وكل واحد يحاول بقدر الإمكان إن يعرف إن الماديات مش كل حاجة، فلما ما يبقاش الماديات كل حاجة نعرف إن لازم يتخلل حياتنا مع الماديات العواطف والمشاعر والمحبة. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. نقول برؤية متجددة، يبقى خيركم في حبي خيركم لأهله، خيركم في حنوي خيركم لأهله، خيركم في مشاعري خيركم لأهله، خيركم في عطائي خيركم لأهله، خيركم في صبره خيركم لأهله، خيركم في كتماني وتضحيتي خيركم لأهله. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. البشائر للقلوب.